السلام عليكم. في أول درس بعد ما نزلنا النت بينز راح نيجي نعمل بروجكت جديد. أول شيء ممكن تعمل عن طريق الفايل نيو بروجكت أو تدعس كنترول شيفت ان أو عن طريق اللي هي الأيقونة هاي، تضغط عليها هتجيب لك هنا نيو بروجكت. أنت خليه زي كده جافا جافا أبليكيشن، عاد ما تغيرش فيه وحط نيكست. هنا هتسمي هو اللي مثلا نقول له هنا جافا بيسك، جافا هيك بيسك مثلا، تمام، واقول له فينيش. طبعا هنا بتحط له ايش البراوزر وانك تحفظه، تحدد له مكان الحفظ، تمام، حطه انت وين بدك. مثلا انا حط خليها سطح المكتب، واقول له فينيش. طيب طبعا هو جيت ديفولت يعني بينز بيعمل لك اللي هو الكلام هذا. طبعا انت امسح الكلام هذا لانك انت مش على اساس انك انت مش فاهم الكلام هذا، تمام. طيب اول شيء انا عشان اكتب برنامج بلغه الجافا لازم اعمل كلاس، تمام. هذا كلاس، هذه كلمه محجوزه يعني حيكون لونها ازرق، انه هذا يعرف لك انه هذه لغه محجوزه في الجافا. هاي الكلاس بمثابه وعاء انك تقدر تحط فيها المتغيرات اللي هي مثلا قلت الكلاس، انا كتبته هذا بدعم الكلاس، هسميه مثلا هو جافا بيسك، تمام، واقول له بهذا الشكل كده، تمام. طيب طبعا هنا عشان بده الباكج فانت بتحط له سموث، تمام. هل هذا الكلاس اللي انا انشاته هذا بمثابه وعاء انت بتقدر تحط فيه متغيرات، مثلا انتجر مثلا ايه ممكن تحط له تحط له ميثود، تحط له ذكيه، تمام. طيب عرفنا هذا الكلاس، انت اي شيء بدك تبرمجه راح تعمل له كلاس، كله راح تحطه داخل الكلاس، تمام. هنيجي هنا كيف انا ممكن انطلق او نقطة بداية البرنامج. نقطة بداية البرنامج عن طريق المين، فكيف انا ممكن اكتب المين؟ بقول له public. طبعا هذا كله لما ناخد ميثود هنشرح ايش يعني public، بعد كده نكتب static void main بالظبط كده اكتبها. هتاخد string، طبعا انتبه انه هذه capital الاس capital، ونكتب هنا ايش علامتين زي كده علامتين اقواس، وهنا بعد يقولوا ايش ارجس مثلا او مثلا خليها ايه، تمام، حط كده، تمام. اجيت انا اي شيء بكتبه يعني اي شيء مكتبه داخل مين هيتنفذ اول شيء. مثلا نيجي ناخد كيف نعمل جملة طباعة، اول برنامج نعمل جملة طباعة، فبكتب انا سيستم، يعني هذا بقول له هات لي ملف السيستم، هات لي منه ملف اللي اسمه اوت، وهات لي من الاوت ده اللي اسمه بنت اف، بنت او بنت اف او بنت لين، تمام، print f، تمام. طبعا print f هي احنا مش هنستخدمها، في عندي ده اللي اسمها print، تمام. طيب هذا اذا تديها مثلا هنا نص مثلا نقول له welcome، تمام. عشان انا اجي اعمل تشغيل البرنامج، طبعا ما فيش اي خطا، لو عملت كومبايلر بالت على المطرقه هاي يعني ما فيش اي اخطاء، ما فيش اي ايروز حيطلع لك اياه، تمام. بعد كده ايش حاجه اعمل على اللي هو الرن الكلي، تمام، بلاس عليه، اقول له مثلا جافا بيسك، اقول له اوكي، طيب زي ما انت شايف طلع لك ويلكم، لكن ايش بلزق اللي هو هذا البلد يعني نهايه البرنامج، يعني هو لما انت البرنامج بيقول لك بلد سكسسفول، تمام. طب هذا بالنسبه للبنت، طب لو حطيت بنت لين برنتلين هنا وقلت له تشغيل، هتلاقي انه في فرق واضح انه بعد ما خلص نزل سطر جديد، شايفين كيف؟ يعني عندك برنتلين معناتها بعد ما تطبع انزل لي سطر جديد، اما البرنت ما تنزليش سطر جديد، تمام؟ فهمنا ايش هي البرنت، تمام. طبعا يعني كده بهذا الدرس بنتهي انه احنا عرفنا ايش هو الكلاس. الكلاس هو بمثابه وعاء انه انت بتحط فيه كل المتغيرات، كل الميثودات، كل الاوامر اللي تقدر تكتبها بداخله. في عندك انتري بوينت، نقطة بداية البرنامج، وهي المين، انت لازم تكتب هاي المين، هي عبارة عن public static void main، وطبعا تاخد باراميتر string من نوع string مصفوفة. طيب طبعا احنا الباراميتر هاي يعني كده يعني مش هنستخدمها. اتعرفنا على جملة الطباعة، كيف انا ممكن اطبع عن طريق system.out.print، طبعا هذا موجودة في اللانج. في عندك اوامر import هنا، في عندك java.lang، .lang هاي انت تقدر انت ايش تستدعيها تلقائي، يعني هي اول ما يعني البرنامج او الجافا
هي ايش بتستدعيها تلقائيا بدون ما تعملها امر امبورت. طبعا امر امبورت يعني هو امر مهم انت لازم تعمله عند اول عند بدايه البرنامج. تمام، طبعا هنشرحها ان شاء الله في الدروس القادمه. هي الباكيجات. شوفكم الدرس القادم والسلام عليكم.